والله انا شايف ان يوم جميل النهارده. الحشد اللي انتم شايفينه للصحفيين النهارده بيؤكد ان الصحفيين حريصون بالفعل على وحده نقابتهم، حريصون بالفعل على اجراء انتخابات نزيهه، انتخابات يحتذى بها، انتخابات يضرب بها المثل في مصر كلها. بنقول ان النهارده انتخابات الصحفيين هي بدايه لانتخابات في مصر تعبر بالفعل عن جموع المصريين سواء كانوا صحفيين او غير صحفيين. بنتمنى ان شاء الله ان الانتخابات، ودي عاده من عادات انتخابات نقاب الصحفيين، انها تمر في هدوء، تمر في حب. واعتقد ان اهم ما يميز انتخابات النقابه النهارده ان جميع المرشحين اخوه وزملاء قبل ان يكونوا متنافسين. احنا شباب الصحفيين هم الاساس النهارده، هم جزء من شباب مصر اللي احنا بنهتم بيهم، جزء من البرنامج الانتخابي. اعتقد لكل الزملاء المرشحين، اعتقد ان الشباب الصحفيين هم مستقبل هذه النقابه، مستقبل هذا الوطن، ولا يمكن ان نغفل ابناؤنا من الشباب اللي هم مستقبل مصر، اللي احنا بنتمنى ان شاء الله في الفتره القادمه انهم يكونوا يقودوا هذا الوطن، يقودوا الى سفينه الامان، يقودوا الى سفينه الرخاء في الفتره القادمه. نتمنى ان تكون هذه هي بدايه من نقابه الصحفيين، بدايه لعصر جديد ينعم فيه المواطن المصري بالحريه، بالديمقراطيه، بانتخابات لا يشوبها اي شيء.